اعطيك مثل بسيط وصغير انه احنا شلون ضحيه خدعه. احنا اليوم نعيش كذوبه اسمها الفتح العربي للاندلس. فتح العربي الاسلامي للاندلس. هذه اكبر كذوبه. لا يوجد شيء اسمه فتح عربي اسلامي للاندلس. هذه اكبر كذوبه. شوف شو اللي صار هو بالضبط. كل هذه هي جزء من الاكاذيب. هذه جزء من الاكاذيب بالضبط. هاي جزء من الاكاذيب اللي كرسوها المسلمين اولا. وجدت الروايه الاستشراقيه لدعم روايه المسلمين. الاسلام هو جزء من الخدعه. جزء من الخدعه. اعطيك مثل بسيط وصغير انه احنا شلون ضحيه خدعه. احنا اليوم نعيش كذوبه اسمها الفتح العربي للاندلس. فتح العربي الاسلامي للاندلس. هذه اكبر كذوبه. لا يوجد شيء اسمه فتح عربي اسلامي للاندلس ولا المسرح. هذه اكبر كذوبه. شوف شو اللي صار هو بالضبط. اللي صار ما يسمى بالفتح العربي للاندلس او العربي الاسلامي للاندلس اللي حدث هو التالي. صلاح الدين الايوبي قام باجتياح فاطمية بشمال افريقيا. بما انه هو يعني بين قوسين سني فحطم الدولة الفاطمية بين قوسين الشيعية بكل شمال افريقيا. ايوه وصولا لمصر حطمها مزقها. في عندي شعب من مصر الى شمال افريقيا، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا. هذا الشعب كان يسمى الشعب الموريسكي من الموروك. شعب الموريسكي لما انهارت الدولة الفاطمية وهي أقرب للمسيحية، الشيعية بالفاطمية أقرب للمسيحية لأنها مثلثة، الله محمد علي، تؤمن بالتثليث، أقرب للمسيحية. لما انهارت هاي الدولة هاي الناس وين راحوا؟ يعني نحكي عن يعني بحدود بدءا عمليا بدأ التآكل من حوالي 1000 ميلادي. بدأ التآكل ثم مع ضربات صلاح الدين الأيوبي وانهيار المملكة إلى 1200 بدأ التآكل والانهيار. طيب هل الناس وين راحت؟ كل هاي الناس أخذوا مراكب صغيرة شراعية قوارب جبل طارق اللي هو يتسع في الحقيقة إلى بضعة سفن. وإجا وين؟ راح على الجزيرة الإيبيرية. هذه الجزيرة الإيبيرية جزيرة طويلة عريضة إسبانيا، جزيرة طويلة عريضة، جزيرة الإيبيرية كلها حصون ونبلاء وإقطاعيين. كانوا في حالة توسع للأراضي، عندهم مزارع هائلة، مزارع هائلة. إجت موجات من المهاجرين الموريسكيين، قبلوهم وأعطوهم إقطاعيات ليشغلوهم بالأراضي، فاشتغلوا وازدهروا وتركوهم أنه يأسسون إماراتهم. إنه ما لنا شغل بكم، سبتوا إراداتكم إنا، إحنا الأمراء، إحنا الأمراء القاعدين. بعد 500 سنة وجودهم صار تلاقح بين الحضارة الموريسكية العربية الإسلامية مع الحضارة المسيحية بهاي المنطقة. وهذول نبلاء وهذول مجرد شغيلة جايين مهاجرين مثل ما اليوم سكان القوارب اللي وصلوا لأوروبا. اشتغلوا وعملوا إمارات. لكن في لحظة معينة لما أوروبا الرأسمالية بدأت تنتقل من الإقطاعية للرأسمالية وأوروبا بدأت تتوسع، جت الرأسمالية، جت العصر الصناعي، فأمر طبيعي أنه تسحب هاي الرأسمالية تشيل الإقطاع، اشتثى من جذوره. فإجت الرأسمالية اشتثت الإقطاع من جذوره، صارت الهجرة ما يسمى بطرد المسلمين من إسبانيا. مش الإسبان طردوهم لأنه هيك إجى على بالهم يطردوهم، في عصر جديد دخل تهان إقطاع، جت الرأسمالية شو هالزبالة هاي، كبوها أيوه. برا ما بدنا ياكم. أيوه. إجى عصر صناعي جديد، انتهى العصر الزراعي، العصر الإقطاعي. لا في فتح إسلامي ولا هوى ولا أبدا، وهي كلها كذوبة.
كل الرواية كتبها كاتب مصري اسمه بن حبيب بهذا الوقت اللي يستحبي صلاح الدين أيوبي للمنطقة، كتب رواية شعبية عن الموريسكيين اللي راحوا هاجروا بالقوارب لإسبانيا. ما في شخص اسمه طارق بن زياد ومش عارف ايش، هاي فتلكات شعبية يعني ما لها اي اصل لا في فتح. هل من العقل بشيء ان تتخيل انه قديش راحوا يا اخي؟ 50,000، 100,000 هجموا على اسبانيا، 200,000، 400,000 هجموا على اسبانيا. هاي الحصون وهاي النبلاء الجبابرة حصونهم ما صدوهم، هاي الجزيرة الإيبيرية طويلة عريضة. طيب هم اجوا بنوا هاي الحضارة الإسبانية، طب إذا هم عندهم القدرة يبنون هاي الحضارة بإسبانيا ليش ما بنوها ببلدانهم؟ لو هي هاي لهم ليش ما ظلوا ببلدانهم بنوها؟ كيف يعني بنوا هاي الحضارة؟